السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، الله سبحانه وتعالى ددك أبوري وحيابها وكبيري وحاكمدا حب الربح والفوز وكراهية الخسارة. إلهي وكبيري إني جعليهين قوشة إيا معاشك، وإن عبيهين خسارة إيا قول درادة في أمور الدنيا والآخرة. الرماه الدنيا يكو آخرة بعد قف كستو قناعسي قلا وحادو تشعليه قناعسي قاسين وقول كقارو إنو معاشو راس مالكي حولاي وكردان مركستو معاشكو سيادو وكردانا فرحدي سويسي كردا. وحادو نعبيه قف وليبا أو كراهية استو نفتي سوي دبسطاه إنو خسارو راس مالكي قيبة كميدا وايو، أما بس راس مالكي هاو بدباديه وحما عاشي فائدة إلى نهلين. قفلوا بني آدمين إلهي بو سبحانه وتعالى قناعسي يبا يعمشتر كل تشراح كل الناس يغدو. قفلوا بهو رددو مرو كسو كعيو كاللهو أعماشو السمين إيو خير يشر وقناعسي سلاو شاقي رسولك عليه الصلاة والسلام. وحانا يقيب سمان كو خساري وقناعسي كو خسارة يكو معاشة وفائدة مركز طوو يهي وقت قلقو شراء موسم خير له منزلة وقيمة عند الله وقت حل خيراضة وإلهي أكتي سدر تشكل إيا قيمة بضن ربحك إيا معاشكو قيمة قارب إيا شاه تعايل كنفاهم من انتو اي تعاليه نوسي كردا خسارة دعا وقت يدا إلهي سبحانه وتعالى وسيقار وكرامي قيمة وقيا لي خسارة وقت يدا كلا دعوا كوية. وحين كترنا يا عباد الله موسم يحل آد خير بضن وإلهي سبحانه وتعالى وقال لي فرصة خير وقال لكو بكرين. وإلهي سبحانه وتعالى دومه سوفد دي ونصر تقل يوب دي أسباب تقوعة ونيسا إني معاشان أي فائدان إني قوليستان وأي فوسان. وشهر رمضان المبارك بشان دحية ضدك وحيو قيب سمان إلى رابحين وخاسرين كو معاشو قوليسته يكو خسارة أقول درايسته.
نبي محمد بقى عليه الصلاة والسلام من ورشة جاي ويري رغم أنف إمرئين دخل عليه شهر رمضان فخرج ولم يغفر له وحسن كيسو بولوب بمعنى دلوبي وخساري قف يوصق الشيء بشهر رمضان وأي بحضي صقوا أن سمين وحي إلهي سبحانه وتعالى الدنبقة وكما يروح وربي سبحانه وتعالى وكدر الشيئ والسبب أنه قضاء وكقو ليستو إلى إرى لها عن شيء سينعيم كيس كوا وحكى سهر شيدا الذين يحرصون على أسباب المغفرة ورفع الدرجات كوا كد ذلك أسباب تدمي دافك يدرجين ربي سبحانه وتعالى فالأولون خاسرون والآخرون رابحون كوا هري أسباب تدمي دافك كقابي الليما واي وكو خسارو بي كو كد ذلك أسباب تدمي دافك يدرجين وكو معاشي بشهر رمضان إلهي بينه سبحانه وتعالى كبر يينا إنه قد روح ليس كو بشهر معاشي قوليسته إلهي بينه ويدي سنين إنه وافتشيو أسباب تقوش هي معاش كبشهر رمضان وربي سبحانه وتعالى وإنه قد يقوه كو نفتو دي مال كودبا إلهي سبحانه وتعالى چنو كجهلا سي إلهي سبحانه وتعالى في كتابه كوري إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة أيها المسلمون عباد الله كو قول استبش رمضان دحديدة اي معاشة اي فائدة وين يقو هلي بش رمضان اي بحضة صفات بيليهين صفات كودة وحوه الرئية أنهم يخلصون أعمالهم لله في شهر رمضان بشهر رمضان دحديدة أعماشا أي سمينيان إلهي بيو بر احترام إلهي درادي بيو سمينيان اسم قرشين يستو ستان يا إلهي يعدك لعمل كيني كشرا كيان آد بيو قفقيهين وهل كايا ودو دي سبو قيان أن الإخلاص هو أساس العمل والسبب قبولي وأساس كعملك هي صابت إلهي وكو أقبلي هذه إخلاص لوايو أدو أنك عمل كسمي إلهي أكتس قيمة كويا لنمايو عمل كيسنا إلهي أكتس قيمة كماله إلهي نوحبك كهري مايو كما قال ربنا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي أشرك فيه معي غيري تركته وعمله كو وحلو شراكي سيئة لقد حيسيئة كوغو كافتون إيا مارميتان بضن باناح معنا وحاوغة إيا مخلوقات كويني وحوداقان وإي شراكو بال باهي أي سقبال لكن إلهي سبحانه وتعالى عدنا وابانا ربي وحوده قفك سمي عمل أنيقا يعدك لو نقول شراكي إيا شركي وين أما شركي ير إساق إيا عمل كي ستونا أكتايدا قيمة كماله تركته وشركه سيدا أوقات بأن نبي محمد عليه الصلاة والسلام أعماش قوشة إيا معاش كيني سبيش رمضان وصوم كي الصلاة ويوسيتان ويوسر ريان وحو شرد وقرد إيا الدون كوينو قول كقارو ومعاش إيا فايدة وكوهلو إن أعماشها سي إلهي دراد يأي كطاهي من صام رمضان إيمانا واحتسابا إيمانا بمشروعيته ووجوبه واحتسابا أي طلبا للأجر به من الله وحده قفك الصوم بشهر رمضان إساقو الرميسا وكو قنعسا شرع نمدى عبادة أسئي واتب نمديدة إساقو إلهي وحكك الدونية تاسو معناه دوياي مخلصا غفر الله ما تقدم من ذنبه صفتها إلا لقاه له صوم كقولك قاري ماي صلاة دنا رسولكم الركاد يحرم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه قفك الرمضان صلاة الليل تكده صغو شرعيني مدى صلاة دار رميسا
isla markaana ilaahay daraadi u tukanaya oo ilaahay una jir kaga doonaya oo laa riyaa walaa sumcata fi salaati kaas ayaa salaada guul ku gaadhaya ayuha almuslimuuna cibaadallah arrinka labaad ee ka mid ah sifaadka kuwa guuleysta bisha ramadaan waa bishani waxa ay la gaar ka tahay oo ah soomkeedu inuu waajib yahay inuu ilaaliyo soomka bisha ramadaan soomka ilaahay wuxuu yidhi ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum usiyaam kama kutiba cala aladiina min qablikum soomka ilaahay uu faral yeelay sida uu yahay inuu guto oo weliba uu soomo siyaama saalixiin addoomaa ilaahay wanaagsan soomkooda oo ilaahay daraaddii kuwa u soomaya weeye soomka uu ilaalinayo shuruuddiisa iyo arkaantiisa aadaabtiisa iyo sunantiisa uu ilaalinaya soomkoodu uu yahay siyaamu ljawaarixi kulliha xubnaha oo dhammi inay soomayaan oo carabkoodu uu ka soomayo baadil iyo dembi inuu ku hadlo oo xubnahoodu saasoo kale ay ka soomayaan inay qabtaan oo ay ku dhaqaaqaan waxaanu ilaahay u ogolayn oo raalli aanu ka ahayn oo rabbi uu ka mamnuucay oo ugu cadhoonaayo qalbigoodu uu soomayo oo uu ka soomayo wax kastoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu diiday araggoodu uu ka soomayo eegista waxa xaaraanta ah dhagahoodu ay ka soomayaan dhagaysiga xaaraanta calooshoodu xaaraan ay ka soomayso sida maalintii xaaraanta ay uga soomayaan habeenkiina xaaraan oo dhan kuwa ka soomaya ah ayuha almuslimuuna cibaadallah soomka noocaas ayaa ah siyaamu saalixiin waa soomka ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomihiisa uu amray ee uu caddeeyey ujeeddada uu faral yeelay oo lacallakum tattaquun soomkoodu waa soom iimaanu ziyaadinaya alla ka cabsigooda iyo toosnaantooda kor u qaadaya diinku dhaqankooda sabab ugu noqonaya inay ka toobad keenaan khalad iyo dembi iyo gaf wixii ay isku ogaayeen waa kuwa soomkoodu aanu ahayn inay ka soomaan uun wixii markii hore xalaasha u ahaa waa kuwa iska ilaaliya sifada keenaysa qofku soomka waxa uu ka dheefay inuu noqdo gaajo iyo haraad qura sidu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ruba saa'imin laysa lahu min siyaamihi ila aljuucu waalcatash badanaa mid soomay oo soomkiisa wax kale aan ka helin inuu gaajooday oo haraaday mooyaane bimacna wax ajara loogama qorin xataa waa laga yaabaa faralkii inuu soomka kaga dhaco laakiin ajarkii soomka waxaa gubay oo baabiiyey xumaanaha kale u dhex wado ee maalintii isagoo sooman uu samaynayo ama habeenkii markuu afuro uu ku dhaqaaqayo ee naftiisa aanu ka ilaalinahayn waa ka yidhi nebigu ilaahay subxaanahu wa tacaala fi lxadiid alqudsi nebigu ka wariyey waa ka yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa waa ka ku yidhi man lam yadac qawla zuuri walcamala bihi falaysa lilaahi xaajatu fi an yadaca acaamahu wa sharaabahu xaqiiqadii soomka iyo ruuxdiisii iyo qiimihiisii qofkaan ilaalin ee soomkiisu uu ku ururo inuu iska daayo wixii markii hore xalaasha u ahaa un laakiin wixii markii hore xaaraanta ka ahaa ee been iyo hadal xun oo lagu hadlaa uu ka mid yahay tusaalena uu yahay ee ramadaan markay soo gashayna xaaraannimadiisu ay sii adkaatay aan ka tegin kaa ilaahay baahi uma qabo cuntada iyo cabitaanka uu ka tegey bimacnaa wax ajara ilaahay kaga heli maayo faralkii ha kagaba dhacabee oo ha iskaba ilaaliyo waxyaabihii soomka burinaye marka soomka maqsuudka u weynee addoonku uu ka leeyahy waa inaanu noqon inuu faralkii kaga dhaca uun oo dembiga unuu iskaga ilaaliyo hadafka iyo ujeeddada aad u soomaysaa waa inay tahay soomkana aad doonaysa inaad darajo aad ku gaadho oo ilaahay ajar aad kaga hesho oo uu kuu noqdo waddo aad u marto ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadiisa iyo raalli ahaanshihiisa